النادي والله متكسر والله السوق لا زاد كان كيف لو كان فوق 200 طريس ماشي 250 215 مليون ها هي 207 طبعا هاي فوق دي سناب هاي سي بوا كانوا يسوموا فيه 280 اليوم مساموه 255 هاي 50 مليون دولار 200 طريس قريش طايفيه عطاوها 210 ماشي 250 والله يا عيام ولي السوق ما يولي السوق احنا في العام 30 10 15 نلف طوموبيل تروح فورم وحنا الدوله ما تجيبش 10 15 نلف كيف كيف مادام كاين الروفورم 10000 في العام طوموبيل والدوله تجيب لنا 10000 طوموبيل تبقى السوق قاعده نفس المشكل السوق اليوم السوق كامله تباع الطوموبيل وحده من الصباح وانا هنا ندور تباع الطوموبيل وحده اللي شاري خايف واللي بايع خايف شيري وشفناها من البارح في التلفزيون الدخل لازمو بالقوام قوه لازمته يجيب في العام 300 ل 400 الف باش تعمر السوق يجيب لي 10 طوموبيل واش راح يديروا